السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا عايزين نقيم الريفت امبلمنتيشن في الشركة، فبنبدأ نشوف بعض العناصر بنتفق عليها ونتناقش فيها ونبدأ ننفذها في الشركة. على سبيل المثال مثلا في كل قسم من الأقسام هبدأ أشوف هل احنا عندنا تمبليت ولا لأ. فلو احنا مثلا عندنا تمبليت مثلا 90% تمام، هديله 90%. البروجكت يونت معمولة ولا لأ، التمبورال دايمنشن سيتنج موجودة ولا لأ، الفيو ليست تمام، كل الحاجات دي هنظبطها في التمبليت. كرييت دايمنشن تايب، تبدأ تدي لنفسك درجات على العناصر ديت، الشيرد برامتر، الديسيبلين شيت، اللاين باترن، كل العناصر دي، الاكسبورت الكاد معمولة ولا لأ. في الآخر هتلاقي نفسك خدت تقييم وعرفت المستوى القسم عندك ايه تمام. دي جدول اكسل بسيط جدا تقدر تضيف عناصر وتشيل عناصر زي ما انت عايز.